في دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة واحدة نشاهده معا. بالروح بالدم نفديك يا بشار، بالروح بالدم نفديك يا بشار، بالروح بالدم نفديك يا بشار. يلا شو هال 200 صاروخ بدقيقة واحدة، لوين علاوة؟ شو في؟ يعني لو حرف بس هيك صواريخ 40 درجة لسقطت في الجولان السوري المحتل. طيب أيها أولى، النوى ولا الجولان السوري المحتل؟ أيها أولى؟ حدا يخبرنا يا أخي، رجمات على إيش؟ مش قوات راجلة هدول المعارضة مسلحة، يعني واحد شايل سلاح يقاتل رجل لرجل. صواريخ جراد هاي مداها 30 و40 كيلومتر، على إيش؟ المهم